Oh my god, I'm a fiancé! Oh my god, I can't believe this. I'm upset that I'm doing this video. I'm telling you this story. This is crazy! I consider this video philosophy with Laila / subhiyya with Laila. Oh, it's like a spy ballet. Okay, so about it, back on already shaved the khabar ala qanatna tania ladly or on Instagram so bitabouni. But hon ala YouTube ala qanati hon ana like haylaqa khassa special. Sharek ma'kon kel shi bhayati fa ma fini ma aqad a'mel hayda el video elkon hal khabar minni. Ma hatawil alaykon hayda el video bas بدي أصير بس أشارك معكم هذا الخبر لأن you guys are my best friends انتو عن جد العائلة التانية فهذا الفيديو عم صوره بس الكن كلكن Oh my god I can't believe it ما فيني أقول انخطبت What do you mean? Oh my god I can't believe this أحلى شيء إنه انتو عن جد كنتوا معي كل هالفترة you know كنتوا معي لما أنا أصلا ما كنت بدي أتزوج بحياتي أنا ما بدي أتزوج بعرف حتغيري رأيك لما تكبري أوكي ممكن never say never بس هلا ابدا ابدا ما بدي اتزوج وقت ما قلت لكم مواصفات رجل اعلامي اول شيء يكون كثير 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 بضحك كمان بحب يكون شخصيته قويه وكثير عنده confidence يعني ثقه بالنفس اكيد اقدر اوثق فيه يكون like عن جد بيهتم بعدين كنتوا معي خلال كل هالرحلة مع عدلي حتى like لما كنا أصحاب كنتوا تشوفوا بالفيديوز انتوا شفتوا هالمرحلة وشفتوا كيف كانت عم تتطور لا هلا which is crazy like عن جد انتوا كنتوا معي خلال كل هالرحلة شفتوا كيف كنا نسافر مع بعض لما رحنا على سيشل لما كان عن جد my best friend وما في شي بيناتنا بعرفكم اليوم أول واحد عدلي my best friend hey بعد سيشل شفتوا كيف صار عندي مشاعر بس ما قلت لكم هالشي بدل ما قلت لكم هالشي قلت أنا هيك بحب أنا بحب كون لوحدي وما كتير أتعاطى مع الكل you know بس من وقت ما رجعت حسيت في نقص كبير بعدين الفترة اللي كنا سوا ما قلت لكم كمان عن هالموضوع بس يعني شوي كنت لمح لكم من تحت لتحت انتي مرتبطة؟ يمكن وشوي شوي شفتوا كيف تطورت العلاقة قدامكم وهلا انتم معي بهيدي الخطوة كمان بس يعني ما بدي اطول عليكم بس كنت بدي اخبركم مني لكم هيدا الخبر لأن we're best friends so لازم اخبركم انا لازم نقعد نحكي سوا right and I love the ring الحمد لله حبيت الخاتم لأن تخيلوا اذا ما حبيته يعني عادي بروح بغيره بس انه مش حلو انا كثير I'm so picky like انتوا بتعرفوني انا بحب كل شيء perfect ف يكون الخاتم عن جد perfect amazing احنا حنعمل فيديو كامل على قناة لادلي عن كل التفاصيل ورا الخطوبة وشو صار خلف الكواليس كيف عدلي خطط لكل شيء سو ما حقلكم كل شيء هون على فكرة كثير عالم بعضهم مفكرين انه قناة لادلي قناة عدلي بس لا قناة لادلي هي ليلى عدلي سوا الاسم بيكون لادلي so check yourself قبل ما اترك الفيديو اكيد بدي اتفلسف فلسفة مع ليلى we got it you know I have to so بدي اذكركم not to settle كيف بيقولوا هيدي بالعربي like ما تردوا بأي شيء أول شيء ما فكرت حأتزوج لأن ما فكرت في حدا حيكون بكل المواصفات اللي بعقلي فما كان عندي مانع كون single للأبد بس ما كان بدي to settle وإرضى بأي شيء أقل من my standards you know فنطرت نطرت نطرت لحتى إجا هالشخص اللي عن جد بيملى عيني وبقلبه كل المواصفات اللي أنا بدي إياها ومحتاجت لها اخذ هيك خطوه يو you know? ما عملتها بطريقه سريعه انتو شفتوا كل هالسنين ما تفكروا انه لازم تستعجلوا تخطبوا او تتزوجوا اتس اوكي تشيل الشخص المناسب حيجي بس كمان لازم تخلوا يور ستاندردز هاي شو بيقولوا له هيك خلوا لايك لحظه المستوى شخص يفهمني يحترمني يحبني عن جد اكثر من ما حدا بيقدر يحبني يدعمني بحياتي يو you know? Like كل هالاشياء اللي عن جد مهمه بالحياة لقيتها فيه الحمد لله ف it's worth it to take your time you know like there's no rush عن جد خدوا وقتكم لتقرروا وكمان بنفس الوقت الزواج مش اكبر انجاز نعمله بحياتنا اوكي okay? كبنات خصوصا انا هلا حاعلن عن شركتي بعد شوي ف اكيد كثير مبسوطه وهيدا شيء كثير كبير بحياتي بس بنفس الوقت في انجازات كبيره بالحياه وهيدي وحده منهم بس
مشكلة مو احنا انه نتزوج وخلص. Cool. Okay. بحبكم. عن جد. Like, I love you guys so much. انتو كنتوا معي عن جد بكل شيء. بالهبل. بالحزن. بالفرح. وانا عم اسس حياتي. You know, كنتوا هون بكل شيء. ف... I wanna say I love you. بحبكم. لاحظتوا كل شيء حيكون هيك. وبشوفكم بالفيديو الجاي. Peace.